هكذا بدا الطريق المؤدي إلى مخيم العودة شرقي غزة. سيل بشري أما الحدود تزامنا مع الذكرى 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، في تأكيد أن الذاكرة الفلسطينية لا تزال حية ولن تغفر الجريمة، وأن العدوان على المقدسات سيجابه بمزيد من التضحيات. ما بننسى دم أبنانا في الحرم الإبراهيمي، والقدس هذا خط أحمر، اللي بيصير في القدس هذا رقابنا بطير من أجل القدس، وإحنا مستعدين نضحي، وضحينا في غزة وما زلنا بنضحي وحنضحي. هذا المقدسات، هذا حملته أمان الرسول، هذا سايبينه، هذا هيك لمين سايبينه؟ إحنا بنقول العالم تتوحد وتقوم معانا وتقف تضامنا مع قضيتنا الفلسطينية. جيش الاحتلال قمع المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز متسببا بارتقاء طفل وإصابة العشرات. اعتداءات تؤكد الهيئة الوطنية أنها لن توقف مسيرات العودة، مشددة على أن مؤامرات الاحتلال وجرائمه ضد المقدسات لن تمر، وأن الرد عليها سيكون فعلا لا قولا. مجزرة الخليل لن تمر دون حساب، نحن ماضون على درب مسيرات العودة وكسر الحصار، وعلى درب المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة للدفاع عن أقصانا. العدو الصهيوني يصعد من عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني، مستغلا الهرولة العربية من النظام العربي الرسمي باتجاه هذا الكيان الصهيوني، وأيضا التواطؤ الدولي والدعم الأمريكي. الهيئة الوطنية طالبت الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات بالمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في 30 من آذار مارس المقبل، كما دعت للمشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة بعنوان بوابة الرحمة، رفضا لتغول الاحتلال على المقدسات. تلاحم الهدف بين هذه الحشود وبين جموع المتظاهرين في الضفة والقدس اليوم رسالة تؤكد وحدة الشارع الفلسطيني حول الثوابت والمقدسات التي يشددون أنها خط أحمر لا يقبل المساس به، وأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لن تسقط بالتقادم. أحمد غانم، غزة، الميادين.